خدي هذا خدي هذا صايب لها بيت هون صايب لها خدي هذاك جاتك شي عود ما فيش عود دابا عايز راح شي عود ما تسحب هي ما تتعرفش صافي دابا راه تعلمت راه عامين دابا عامين عرفت كيفاش تخبزوا عرفت كل شيء نهار النهار اللي جات النهار الاول ما تعرفش دير حتى حاجه عداك يقرب العافية تحرقوا لك صفاك وريتك الجمعة حادي هنا تعرف حادي الجمعة الله يسر صافي وقلت على طرف شي حاجة للمامي ما لا 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 وانا لا حاضي معاه ماشي انا بقى تابع حتى تهرج للفراح انا حاضي معاه ترى راه راه شتم على محمد قال راه فرح هرساتو هرساتو فاطمة اخبري زهير دوق دوق قصب باقي يقدر صدق فيه باش هو ما يبقى يتلصق دابا هادي تسمى خمرت 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 اوكي داك الشكره فيه الشكمار هاد العواد ديال الليمون ديال الليمون ليمون زين في العافيه بيجي اي شي تاع الحنوشه هي العروبي الله يرحم الشتاء اللهم امين عرفتي راه باش تكون الشتاء كطيح والانسان تيخبز شحال تيحلى الخبز ولا كيكون بنين وكيكون ديالاتي وكتعجبك العافيه عاوتاني حتى كنت تكون البرد اش تقبي وكاكا احنا واش بغيت نفخوش تنفسوا ولا ما الا ما تقبوش كيتنفخوا تيولوا غلاط كيتبع الجلد على الباب مخبزان. دابا راه حكرتنا قاسم لا نعرف الا تنخبز راه عيطو انت راه عيطو دابا ماشي دابا دابا مال لا خاصو تبدا من الاول عرفت صايب شنو راه تبغي الخبز يجي بوحدك هي ها هذا يسال عدل لا شوف ما تشوف خاصنا ننسى خليت الدخان خليت الدخان مشو شهر مي البرمي ترمي العجينه ارمي العجينه لا خاصك من الاول تعجنها ونقرصها ونقرصها ونعجن وكل شيء ونخبز وتعرف تعجن؟ يا تيكون سكم وكاين عبرك على امها تجيب بك بيا تعجن 14 خبزه اللي كتعجن الزعريه يوميا مسكينه كتعجن 14 خبزه ونعجن فيها 20 حقرونا ايه نديروه نديروه في شاشه تحدي مع قاسم ومحمد غير ان شاء الله لا محمد وقيله لا غنشوف قاسم لا واش حقرتينا ولا شنو؟ ايه حقرتنا شحال عجنت تاعيت وعجنت هنا في المغرب وعجنت والله لا في فرنسا وعجنت لا بغيت نسول فرنسا عندهم واش جبت غير دوك الباكيات ديال الدقيق داير بحال سنيده جابتها لي النصرانيه وقلت لها والو راني توحشت الخبز ديال المغرب وجابت لي هذوك الباكيات وعجنت وعرفتي كي جا الخبز ويلي ويلي ولكن هذيك خبزه ولا جوج دابا راه 14 خبزه المهم قلت لك عجننا عجن جوج عجن اربعه لو عجن اربعه عجن 10 يا ودي راه غندير راه اللي كيعرف يعجن تيعرف يعجن راه غنديرها لكم قد فمكم وراه نديرها يا مالا جات خبز في بركله وفي بركبه ماشي تا بركله صافي بجوج انا راه هزا بوحدي جوج تيتعاونوا ها نتعاونوا ماشي يا يلا يا ربي فاطمة على يديك يوسف يا انا شتو كي داير هذا شوف كيفاش كيتعب قلت لك دابا راه تينقل منا ما خصناش نخلي كيفاش كيرمي هو محمد وعقل محمد انا كنعرف راه بغا يدير معنا تحدي ولا عليك زيد وبقى زيدها باش ما تحركش الشرويط ما تخرجش الشرويط من العافية ها شتي هو ما كنعرفش ولا دير وبقى زير من جهة العافية باش ما تحركش الشرويط وباقي لك عندكم شي زر شي قزيرة أخرى تزيدوها هادشي اللي كاين دابا صافي لا خصكم تزيدوا قزازة حيت دابا باش العافية ما تشدكمش الشرويط والقزيره كتنشي وفزقوا سميتو بالماء فزقوا هذاك بالماء اويلي يا ويلي حدو وعطوا لنا العافيه ما عطفاش العافيه حيدي باش ما يتحرك الشرويط راه العقل اللي تيخدم راه العقل اللي تيخدم ها لا واخا كتخدم دابا راه ما دايزالكش هادي ولا كنوريكم انتما لا باقا النوبه ديالك خاصكم ترشوه باش ما يتحركش شويه مازال خاص القزيره تكون زينه في الباب باش ما تحرش هاد الشرويط هادي شوف كاع كويتو خاطر اخرى كملوا شرويط ملي غنجيبوا شرويط كبابا ديالكم انا شي شي كبابا ندير انا يعني هذاك الكبوط ديالك قاسم قلبتي عليه ديك المره يمكن راه هنا يطحن ديسكوتي
وحرقوا لا الريحه كيشوه على ديولا حرقوا وداروا صم عمر مشاهو صافي با صافي قلبت عليه تعيط يا دابا ها هو يا ولاد تصحابي ما نعرفوش عليك بعدا انا اول على راسي احلام الله يخليك باك امين ويخلي لك امي امتك امين شتي كلمه با راه حلوه وكلمه امي راه حلوه والله يطول لهم العمر و يا ربي صراحه يخلي جميع المسلمين والديه العائله ديالو صراحه الانسان خصو يعرف شنو هي المعنى ديال ديال با وديال امي والله وليمه والدي الله يرحمهم والله هذا الشيء اللي كاين والله عاد اللي مازال ليه والدي الله يخليهم له ويطول له في العمر ان شاء الله قد ما بدي عندي شي والدي قد ما بدي تهلا فيهم هذا الشيء اللي كاين ما يدوم حال ما تعرفش كيصبح لان ملي سمعتها كتقول با با راه ماشي سهله وي كيقول راه واخا ريحه الام ولو يقولها غير كما قال واحد يقولها غير سميه ولكن سبحان الله كيمشي وكاين بعض الوالدين مساكن الله يرحمهم الحمد لله راه شو هو غير يكون واحد المحنه وواحد التهلوك بيناتهم حتى ما لمات الانسان راه الله سبحانه وتعالى ضروري الموت هو تكون خاصها تكون واحد الخوه تامه ويكون بيناتهم وداك الشيء راه قالها محمد قالك علاش كتقولوا غا امي امي راه حتى الاب هو راه فيه المحنه ولكن ماشي بحال الام الام راه شي حاجه كل واحد ودوره الاب وحده والام وحده ما والله لا فاطمه راه كاين الاب عاوتاني اللي حنين اكثر من الام خاصك تهضر في هذه القضيه هذه الاب مسكين ثاني كيمشي راه الاب راه على ولادو في العافيه يطيح عليه اللي كنا صغار ماشي العافيه كياخذو كنشوفو كيخدم في الشمس وخدم في الشتاء الشتاء خارج من السما وخدام ويمشي في البرد ويفيق بكري يمشي في الظلمه ويجي حتى للظلمه ومازال لحد الان مازال انا معاه مازال كيخدم عليا وكني وكيكسيني بعض المرات وكسيني حتى بناتي والله والله يخلي لي طول لك عمري يا ربي شوف حنا القناه اي قناه كيخصها دير شي حاجه اللي يستفد منها الانسان ماشي مره كنطرقوا شي موضوع اللي هو حساس وموضوع اللي هو اجتماعي فهمتي لان هذه ماشي والله يخلي كل واحد يخلي لوالديه ويطول له في عمره ان شاء الله يا رب. ماشي شي حاجه خاويه الانسان ينوض هذا وبدا يهضر خاويه. شوف اللي كدور ما خص الانسان يقول واحد شي حاجه. هذا الشيء اللي كاين. شوف دابا فاش جات خالتي حدهم من الباب تيعيطوا ماما ماما. والله الا كنت نهضر مع واحد السيده سبحان الله العظيم كنهضر معاه في التليفون يلاه كي قالت لي كي دايره خالتي حدهم وهذا. وانا انتبه لي بغيت دايزه من الشارج بغيت نلعب فيه قلت له الله يلا عمرك راه راه ما حد دايزه والله يلا صراحه بلاصه كبيره والله الحمد لله وكيفاش تعجبك العربيه العويدات الفران وريحه الخبز الحمد لله العويدات الخبز دابا كطيبيه فابور دابا في المدينه راه ضروري خاصك الخبز خاصك تخلص عليهم عاد باش تجي نتا دوك خبزات دابا في العربية الحمد لله كلشي بالصلاح ها الفران كبات كما هو في كاين كاين العويدات فابور الحمد لله والكشينة لمدة ما سمعناش هاد السميه ديال الكشينة انا كنقولها في العربية دابا بحال هادي كنقولو لها كشينة اما المدينة غايقولو الكوزينة الكشينة ديال الكوزينة ديال الكشينة هنا عندنا الكوزينة راه بشكل حنا العربية كنقولو الكشينة اوكي سبحان الله بكري احلام هادي نفخت اشكون نفخت ها هذيك علاش تنفخات هذيك ما تخبش مزيان سبحان الله ما كان ربع دقائق يمكن ولا الخبز ياك ولا ما كاملاش ما كاملاش ما كاملاش دغيا كيك داكشي كلشي دغيا كيك تتحمر من الفوق ومن تحت دابا غندورو باش يجي طاير شي هرديه نرجعو ليه هذاك خصها تجي هذيك واقيلا حيديها دابا احلام راه حافظه الفران داكشي علاش انا كندور حيت النور الفران ما كيكونش عاد دابا تدوري اللي ما طايبش ملي تخرجتيه من هنايا طاب وبقى العالية وباقي الشمر على الجهة واه صراحة خبزة طلعتك الحمرا مسكين
ايوا الحمد لله. خبزناهم بابو. دابا في المدينة شحال غاطي من الخبزة؟ شحال هذي كانت 10 دريال؟ وقيلا درهم. الله أعلم إلا درهم. درهم الخبزة. درهم الخبزة. وهذه ما تاخذهاش بدابا. أحلام. شو واحد الخبزة منين ما تقبتيهاش مزيان؟ أي شو قداش ولا؟ جات بحال الكرة تبارك الله. وجات زوينة جات زوينة. العيش العيش العيش. عرفتي دابا محمد هادي. هادي اللي من طليق. عاد داك الشيء هبرة ديال البقري. ولا الزبده بديه عمرو طاحت عرفتي مع الزبده كي والله ما تاكل خبزه بوحدها راه باقا نزيدها با شويه هادي زيدي هي قمع الله يفيها الله يفيها الله يفيها بابا تطردك كله خبز زوين هاي لا زوين تبارك الله زوين واه شحال طايب سبحان الله شحال ديال الوقت تقريبا ما كاملش دابا يلاه دابا وصلت تقول ديك 7 دقائق يمكن بحال هكا 7 دقائق صافي دغيا الحمد لله كلشي قريب شحال الفران ديال الدوار تمشي تقدو الخبزه وشحال خاصك ممكن احلام ثلاثة اخرى تدخليها طيب الخبز عاد هذيك الخبزه تاعك محمد يدي يتعشى تبارك الله عليك احنا دغيا سالينا عندي الخبز عندي اخو بسم الله يلا الله يعطيك الخير نعطيكم الخير فاطمه ديري في كمك اسخونه تعرفت تسخونه ديري شي مدير ولا شي حاجه